انطلقت في العاصمة عمان فعاليات مستقبل الإعلام الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بحضور لافت من الصحفيين والفنانين والنشطاء والمؤثرين والمشرعين، وناقشت جلسات اليوم الأول الأزمة التي يواجهها الإعلام التقليدي وتراجع دوره ومستقبل وسائل التواصل الاجتماعي وما بعدها، خصوصاً أنها أصبحت إدمان ومصدر ضخ المعلومات ويتصدر مشاهيرها الملايين. نحن الآن نتحسس رؤوسنا وأقدامنا لأننا لا نعرف إلى أين نذهب. مستقبل الإعلام والاتصال، الصحافة التي كانت تتسيد المشهد، الصحافة الورقية قبل 20 سنة، إلى زوال. التلفزيون والإذاعة إذا لم تذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي لتشاهدها لن تشاهدها، لا أحد ينتظر نشرة الأخبار. الآن نحن هناك أمام تحديات أخرى، ما هو حتى السوشيال ميديا الموجود الآن، بكرة موجودة ولا مش موجودة؟ وفي ظل الحديث عن الذكاء الاصطناعي، ما هو العالم الذي سيكون؟ بطل في داعي لكل الصحفيين، الريبورت بيلعب دور بحل محلي ومحلك ومحل الجميع. هذا ما يحاول أن يعلي الصوت وأن يستشرف مركز حماية وحرية الصحفيين إجابات وطريق. لا نملك إجابات قاطعة، لا نملك حلول سحرية، ولكننا نحاول. يسعى الملتقى إثارة الأسئلة والبحث عن إجابات حول مصير الإعلام المحترف المرئي والمقروء والمسموع والمواقع الإلكترونية بعد تراجع مبيعاتها وإعلاناتها ودعم الدولة لها، وهل تلفظ أنفاسها الأخيرة؟ لا، بالتأكيد احنا بنحكي على تحول كبير بكل المفاهيم، مثل ما كنا نحكي في الجلسة قبل قليل. الإعلام القديم اليوم في مرحلة صراع البقاء والوجود، الإعلام الجديد اليوم هو اللي بيحتل المساحة الكبيرة. أنا بعتقد الوسائل التواصل الاجتماعي اليوم ليست، كان يسمى الإعلام التقليدي السلطة الرابعة، لأنه كونه يمثل تقييداً للسلطة التنفيذية وكذا. أعتقد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي صارت أكثر تأثيراً وحضوراً ونفوذاً من الإعلام التقليدي. قدرتها على نقل الصورة بشكل مباشر سريع، نقل الفيديوهات بشكل سريع، قلب النظريات الإعلامية، الخروج من إطار الحصار والرقابة التقليدية اللي كانت موجودة والقوانين التقليدية. بالتأكيد حكوماتنا يعني ما بتقصر، بتحاول تلحق هذه الوسائل، ولكن أنا بعتقد التعامل معها تعامل مع عصر جديد، وبالتالي يعني يصعب إنه التعامل مع العصر الجديد بنفس العقلية اللي العصر السابق. يعني كيف تتغلب على المعارضة، كيف تواجه المعارضة، كيف تتعامل معها. لكن الحكي اللي كنا نتحدث عنه قبل قليل على الصعيد الثقافة الاجتماعية والثقافة الأخلاقية والثقافة السياسية غير مفكر فيه للأسف ضمن الأقنية الرسمية العربية. وجهة نظري أنا أنه لابد أنه تبنى فلسفات وطنية، يكون هنالك فلسفة وطنية في التعامل مع العصر الرقمي الجديد. كيف نحمي أبنائنا، كيف نحمي نطور مفاهيمنا التربوية الأخلاقية الاجتماعية، كل هذه تحديات هائلة أمام المجتمعات العربية اليوم. نخب ونشطاء وصحفيين وأكاديميين وفنانين ومشرعين في هذا الملتقى لبحث مستقبل الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، وماذا أضاف هذا الإعلام الرقمي لقيمنا العربية والإعلام العربي. مشرعين وعناوين كثيرة تحت سقف واحد جمعهم مركز حماية وحرية الصحفيين في هذه القاعة لمناقشة دور الإعلام الرقمي ومستقبله وماذا بعد هذا الإعلام. محمد أبو أعمر، شبكة منصات، عمان.